احلم وبالحلم طير زي النسور، كسر الحواجز ما تخليش بينك وبين حلمك حاجز، ومهما كان الطريق مسدود اعرف ان معاك ربنا واجد الوجود موجود، بس انت احيي الحلم وبلاش منك يموت. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حلم حياه. في حلقه النهارده هنتكلم عن الفويس اوفر، وهنتكلم عن القصه القصيره، وهنتكلم عن الخواطر، وهنتكلم عن عالم الادب، وهنتكلم عن السوشيال ميديا ودورها مع المواهب. هل المواهب الشابه ممكن توصل دلوقتي ولا صعب؟ هل السوشيال ميديا بيفتح طريق دلوقتي للمواهب وبيخليهم انهم يوصلوا صوتهم بسهوله ولا لا؟ كل ده هنعرفه في حلقه النهارده مع الشاب الطموح المجتهد اللي بيحاول وبيسعى عشان حلمه، اللي عنده حلم وعنده اصرار وعنده عزيمه وما بيسلمش وبيقول لا انا هوصل لان مؤمن بحلمه. لازم كل انسان يكون مؤمن بحلمه، واحنا هنا في برنامج حلم حياه دايما بندعم المواهب الشابه، بندعم الشباب الناجحه، بندعم اي نموذج ناجح في برنامج حلم حياه. ومعايا الشاب الطموح امير فرج. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفت نورت البرنامج. الله يخليك. في البدايه يا امير، عايز اعرف يعني انت دخلت عالم الكتابه ازاي والفويس اوفر ومن امتى؟ في البدايه كانت محض صدفه خالص، ما كانش لي علاقه ولا اهتمامات بالادب او الكتابه او الفويس اوفر، لكن كل اللي حصل كان صدفه. في يوم قرات مقوله بتقول الكتابه علاج لمن اشقى الدهر قلبه، فمن هنا يعني الكلمه دي اللي مستني خالص. يعني قلت ازاي، يعني ازاي الكتابه تقدر تطلع مشاعري او تخليني في مود كويس لمجرد ان انا اكتب بس، فمن هنا كانت الانطلاقه يعني. تمام، يعني المقوله اللي انت قريتها هي اللي شجعتك على بالزبط. الكتابه بالظبط، يعني انت قلت يعني اشوف بقى الكتابه وعالم الكتابه ازاي بيكون علاج. كان صعب جدا. تمام، طيب الفويس اوفر. الفويس اوفر برضو كان محض صدفه. كنت بقلد طبعا وانا صغير شخصيات الكرتون، سواء كانت في سبيستون او ام سي 3، ما كنتش عارف ان هي موهبه خالص، لكن بعد كده قعدت مع اصحابي يعني قاعده كده، ف يعني لقيتني تلقائيا كده بلقي وبقول اقتباسات يعني من الكرتون وكده، فلقيت نفسي لقيت اصدقاء يعني بيشجعوني بيقولوا لك بيقولوا لي انت صوتك كويس، صوتك مناسب جدا للدوبلاج والفويس اوفر. تمام، طيب ده من امتى يعني؟ يعني انت قلت لي الموضوع جه صدفه. عايز اعرف الموضوع بدا معاك بقاله قد ايه؟ يعني من حوالي تقريبا يعني من 5 لـ6 سنين، من زمان جدا يعني بصراحه، بس بدات اهتم بيه في السنين اللي فاتت دي، يعني من 2 3 كده. تمام، الاثنين معاك من 5 6 سنين، من 5 6 سنين الكتابه والفويس اوفر. بس في البدايه كانت الكتابه بعدين الفويس اوفر. تمام، الفويس اوفر بيحتاج تدريب ولا هل هي موهبه فقط ولا ايه؟ ده هو اصلا في البدايه هو موهبه، بس مع التدريب بيكون الصوت كويس جدا مناسب مع التدريب طبعا، الممارسه والتدريب وكل الكلام ده يعني. يعني انت ما استكفتش فقط بالموهبه، لا اتدربت عشان طبعاً توصل ايه لحاجه معينه انت بتحبها. طبعا يعني. تمام، يعني مش هتنفع من غير التدريب يعني. تمام، اصلا في حد يقول لك انا ممكن اكتفي بالموهبه فقط لا غير، انت دلوقتي بتقول للواحد لازم الموهبه. لان من غيرها يعني الموهبه تتدفن اصلا. لازم الموهبه ومعاها لازم تثقلها بالدراسه. تمام، طيب نفس الشيء في الكتابه ولا نفس الشيء ممكن؟ طبعا نفس الشيء في الكتابه. القراءه يعني هي عضلات الكتابه زي ما بيقولوا يعني. انت بتكتب خواطر وقصه قصيره. قصص قصيره. عايز اعرف منك نوع الكتابه اللي انت بتميل ليه. كل واحد فينا يعني او اي حد بيكتب بيبقى عنده ميول معينه. صح. انت ميولك ليه؟ انا بصراحه يعني بحب القصه القصيره جدا. في البدايه اصلا انا بحب اقراها قبل ما اكتبها يعني، ليه يعني ما اكتبهاش. انا كنت قرات كتير لغسان كنفاني طبعا، يوسف ادريس، فبدات اقلدهم بس على طريقتي انا بس، فدي البدايه قرات يعني. العمالقه. طب انت دلوقتي بتقول لي جمله غريبه شويه. بتقول لي انا بقرا القصه القصيره ليه ما اكتبهاش؟ هو اي حد ممكن يكتب؟ انت لسه قايل من شويه لازم الموهبه. لازم موهبه طبعا. تمام، فانت عرفت ازاي بقى انك عندك موهبه وعرفت ازاي انك هتقدر تكتب؟ بالتجربه يعني. انا جربت، بعد ما جربت طبعا كنت يعني خجول ان انا اعرضها على اصدقاء يعني، بس يعني تشجعت يعني وعرضتها وكانوا يعني
اشهدوا بيها يعني. تمام، قلت انك بتقتضي ببعض الناس دلوقتي من الاسامي يوسف ادريس وناس تانية في الكتابه. عايز اعرف مين قدوتك برضه في الفويس اوفر؟ طبعا هم في عمالقه كتير يعني، زي مثلا مروان فرحات، زياد الرفاعي، مأمون الرفاعي، دي يعني اسامي عظيمه يعني بالنسبه للفويس اوفر والدوبلاج. تمام، طيب انت قلت لي دخلت صدفه. تمام، هل بقى بجانب الصدفه دي حد شجعك؟ يعني قال لك يا امير تعالى اعمل واحد اتنين تلاته وانا هشجعك وهقف جنبك، ولا مفيش حد شجعك؟ لا يعني في البدايه خالص ما كانش فيه خالص يعني، بس بعد ما عرضت الموضوع بداوا يعجبوا باللي انا بكتبه او باللي انا بلقيه. لما شافوا ان انا نجحت في كذا حاجه يعني بداوا يقتنعوا ان دي موهبه وان دي مش موضع للتنمر خالص او التريقه يعني. تمام، يعني هو في حد تنمر في البدايه؟ طبعا. وحد احبطك في البدايه؟ علشان كده بتقول ان هم بداوا فيما بعد يقتنعوا ان هي موهبه؟ بالظبط. كتير، ومش ومن اصدقائي كمان. قالوا لك ايه؟ يعني ما تكملش، ما تكتبش الكلام ده؟ يعني ايه التفاهه دي؟ ما الكلام ده خلاص انتهى، وما عادش زي الاول، والادب خلاص، لكن انا مكمل يعني. لا هو انت شغلك جميل، واحنا المفروض معانا حاجه. الله يكرمك. تمام، حاجه انت كاتبها وحاجه انت بتلقيها. لو هي جاهزه معانا دلوقتي يا ريت نشوفها مع بعض. يعني احنا معانا فيديوهات هما بيجهزوها. تمام. بصراحه يعني انا عن نفسي اعجبت بيها، حاجه جميله وحاجه مشرفه. شكرا لك. ومن هنا نوجه رساله، بلاش نحبط بعض، بلاش نكسر بعض، بلاش نضايق بعض. لما تلاقي حد بيعمل حاجه كويسه او اي حاجه، يعني انت مش عاجباك الحاجه دي، بلاش نحبطه، بلاش نحبط بعض، وبلاش نكسر بعض، وبلاش نضايق بعض. لازم نشجع بعض ونحفز بعض، لاننا لو ما شجعناش بعض وما حفزناش بعض الحياه مش هتبقى حياه، الحياه هتبقى مقبره. ليه هتبقى مقبره؟ لانك انت بتقتل الشخص اللي قدامك بالكلمه اللي انت بتقولها. لان احنا الكلمه ممكن تكون حياه، والكلمه ممكن تكون نجاه، الكلمه ممكن تكون اقوى من الرصاص. يعني انت ممكن تقتل واحد بالكلمه، وفي كلمه تانية ممكن تكون افضل من اي علاج، يعني الشفاء بتاعها سريع جدا، لان الكلمه هي الحياه. احنا بنكسر بعض وبنضايق بعض بالكلام ليه؟ بلاش نحرج بعض، بلاش نكسر بعض. انا مش عاجبني حاجه معينه لحد، بلاش اضايقه بقى بكلام مش كويس واقول له كاني ولا ماني، لا خلاص اسكت. طالما مش عاجبني الحاجه اسكت. وطبعا الفيديو معانا جاهز دلوقتي، نخرج نشوفه وبعدين نرجع لكم تاني. لا تسال الدار عمن كان يسكنها، الباب يخبر ان القوم قد رحلوا. ما ابلغ الصمت لما جئت اساله، صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا. يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحاب. تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحباب. ارحم يديك، ارحم يديك، فما في الدار من أحد. لا ترجو ردا فأهل الود قد راحوا، ولترحم الدار لا توقظ مواجعها. للدور روح كما للناس أرواح. في ظل صراعنا مع الحياة واليأس دائما من كل شيء، واعتقادنا بأننا نعيش في جحيم، هناك أناس يحاربون الموت لأجل أن ينعموا بحياة تشبه حياة. في ظل صراعنا مع الحياة واليأس دائما من كل شيء، واعتقادنا بأننا نعيش في جحيم، هناك أناس يحاربون الموت لأجل أن ينعموا بحياة تشبه في ظل صراعنا مع الحياة واليأس دائما من كل شيء، واعتقادنا بأننا نعيش في جحيم، هناك أناس يحاربون الموت لأجل أن ينعموا بحياة تشبه. ما أبلغ الصمت لما جئت أسأله، صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا. يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحاب. تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحب. بصراحة يا أمير يعني حاجة جميلة وحاجة مشرفة، وحاجة يعني ما ينفعش حد يحبطك فيها، وبالذات في سنك الصغير ده. يعني أنت سنك صغير، أول واحدة أنت اللي كنت كاتبها. اللي هي الصغيرة. يعني حاجة جميلة. وكويس أنك بتكتب الكلام ده في السن ده، وأنا عارف أنك أنت
يعني بتحب اكتر اللغه العربيه، اه مهتم قوي باللغه العربيه الفصحى، يعني دي من ميولك، ما بتملش العاميه قد اللغه العربيه الفصحى. بالظبط. عايزك تقول لي مين شجعك على ده، او مين خلاك تحب اللغه بالشكل ده؟ خليني اقول في البدايه ان من صغري يعني وانا بحب ال سبيس تون وام بي سي 3 والقنوات اللي هي كل كلامها اصلا بالفصحى، حتى الاعلانات بالفصحى، يعني كل حاجه فيها بالفصحى، فانا اتربيت على الفصحى وكبرت معاها يعني، فحبيتها جدا يعني. تمام، لو هتلقي لينا حاجه يا امير هتلقي لنا ايه؟ طبعا للمتنبي يعني. حاجه جميله، حاجه عظيمه، اتفضل. يقول ابو الطيب المتنبي: ما كل ما يشتهي المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وعندما تحضر العزيمة والإرادة يقول أحدهم: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن. اسلوبك حلو، وفعلا انت قلت لي انك انت اتدربت على الالقاء، يعني القائك فعلا متميز، القائك فعلا في حد يعني متمكن برغم سنك الصغير، يعني كمان كام سنه هتبقى بسم الله ما شاء الله في عالم الفويس اوفر ان شاء الله. عايز اعرف منك برضو الفرق بين الفويس اوفر والدوبلاج والالقاء. تمام. الفويس اوفر طبعا زي ما بنشوف الاعلانات في قنوات يعني، بيكون مثلا وثائقي اخباري ايا يكن يعني، انما الدوبلاج لازم تمثل الشخصيه اللي انت يعني اللي هي اصلا مكتوبه لك، لازم شخصيه وتحركات الفم معاها ونفس يعني الحركات بتاعتها، فلازم كل ده يعني. بالنسبه لي الدوبلاج اصعب بكتير يعني. يعني الدوبلاج اصعب لان بكتير. الدوبلاج الشخص تمثيل. لازم يعني يتقمص الشخصيه كلها على بعضها كده. تمام. اما الفويس اوفر اللي هو العادي زي الالقاء اللي هو مثلا زي حاجات بسيطه بتتعمل بالظبط يعني، اسهل من الدوبلاج بكتير جدا يعني. تمام. طيب الخواطر. الخواطر بتحب تكتب في مواضيع معينه؟ بحب اكتب مثلا في التفاؤل، ساعات لما بكون حزين يعني بكتب طبعا حزن يعني، نصوص يعني قد تكون كبيره جدا يعني. فيعني بالنسبه للخواطر دي بتيجي الهام يعني، الهام للكاتب عشان يخرج طاقته السلبيه او الايجابيه ايا يكن للقارئ يعني. تمام. شايف الكتابه ممكن تعالج مشكله؟ يعني انا دلوقتي بقرا حاجه معينه. تمام. انا محبط، ممكن اقرا حاجه عن الامل يجي لي امل؟ عندي مشكله معينه ممكن اقرا حاجه الحاجه دي تتحل؟ طبعا يعني بالنسبه لي يعني قراءات كتيرة غيرت حاجات كتيرة فيا، حتى تقول يعني لما تشوف بتوع التنمية الذاتية بيقولوا اقرأ كتب يعني كتير، أو اقرأ تجد، على رأي الكاتب الكبير محمود درويش الله يرحمه. فبالنسبة لي القراءة بتغير كتير جدا. تمام. يعني أنت شايف إن القراءة حياة. شايف إن القراءة أنت لما بتقرأ بتزيدك ثقافة وبتزيدك تفتح. بالظبط. فعشان بتزيدك ثقافه وبتزيدك تفتح في الوقت ده بيبقى عندك يعني نضوج كافي اللي هو ممكن تقدر تتعامل مع اي مشكله ايا كانت. تمام. بالظبط. طيب شايف المواهب الشابه دلوقتي ممكن توصل ولا صعب؟ هو بصراحه يعني هو مش تشاؤم ولا حاجه، بس هو صعب بس مش مستحيل، بمعنى ان في ناس كتيره بنشوفها على السوشيال ميديا مشاهير يعني ما ينفعش يطلعوا اصلا، في حين ان في ناس موهوبه يعني كتير جدا ما ظهروش خالص. فيعني انا شايف ان ده في يعني تلاعب. تمام. بالعقول. ليه شايف ان ده في تلاعب بالعقول؟ يعني بيشوفوا الترهات او التفاهات يعني عشان الناس تجيب فيوز عاليه، فانا شايف ان ده موضوع. انا كنت حابب اسمع منك ده عشان كده سالتك. يعني للاسف احنا دلوقتي السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. في ناس ممكن تستخدم السوشيال ميديا بطريقه صحيحه، وفي ناس ممكن تستخدم السوشيال ميديا بطريقه خاطئه جدا. فانت شايف ان دلوقتي استخدام السوشيال ميديا بقى سيء؟ مش سيء، هو سيء في بعض الاحيان، في بعض الاحيان او في اكثر الاحيان يعني، بس في ناس بتحاول انها تثبت نفسها في السوشيال ميديا
بمحتوى هادف ايا كان ايه يعني. فانا شايف ان في ان شاء الله يعني في ناس طموحه جدا يعني. بس انت بتقول لي للاسف الشباب يعني شايف ان الوصول صعب. صراحه يعني هو الكلام ده بس مش برضه مستحيل بصراحه. بس في عالم السوشيال ميديا زي ما احنا دلوقتي بنتكلم على السوشيال ميديا بقى كل حاجه سهله. يعني كل حاجه بقت سهله بالزبط. بسبب السوشيال ميديا دلوقتي بقت في ناس كتير جدا مشاهير بسبب السوشيال ميديا بالظبط. فالباب بقى مفتوح. الباب بقى مفتوح بس يعني تحس ان مثلا الموهوب بيبقى فيه لعنه عشان ما يتشهرش، في حين ان يعني الاخر اللي هو الجانب الاخر السيء يعني من المشاهير بيتشهروا في يعني في دقيقه. هو للاسف مش ممكن نقول مثلا الاذواق ولا بس، لا هي مش الاذواق، مش اذواق خالص. بس هو احنا عندنا مشكله عندنا مشكله كبيره جدا جدا يعني. مشكلتنا الكبيره ان احنا لما بنشوف حاجه سلبيه او حاجه سيئه بنروجها على اساس ان احنا هننتقدها. بالظبط. تمام بالزبط. ولما بنيجي ننتقدها بنروج لها. بالظبط يعني بنشهرها. يعني احنا دلوقتي عايزين ايه؟ ان احنا الحاجه ديت تختفي، نمحيها. فاحنا بنروج لها، بنقول لها ايه، انت بصي هنجيب لك ملايين المشاهدات. تمام. طيب احنا معانا مداخله، ايه رايك ناخدها من استاذ احمد حسن يوسف؟ طبعا. مدير شركه سواد الامل. طبعا. ناخدها ونرجع نكمل الحديث ان شاء الله. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، شرفت ونورت برنامج حلم حياه. يا اهلا وسهلا استاذ احمد، اهلا بيك. طبعا انا عارف ان انت بتشجع امير، تمام، ويعني واقف جنبه، فهتقول له ايه؟ اقول له بالتوفيق. المشوار صعب وبالذات في الظروف دي، لكن ان شاء الله هو عنده موهبه وموهوب، وان شاء الله دي اللي هتفتح له الطريق باذن الله. تمام. عايزك بقى بما ان حضرتك معانا وبما ان انت بتدعمه، بما انك انت مؤسس شركه سواعد الامل لاستيراد والتصدير، عايزك تكلمنا شويه عن شركه سواعد الامل. شركه سواعد الامل انشات في عام 2017، ليها فروع في المملكه العربيه السعوديه ومكتب في اوروبا تحديدا بولندا. نشاطها في مصر استيراد سيارات النقل، شاحنات النقل الثقيل، والنشاط الثاني كيميكال زي الكبريت الكالسيوم، ومنتج يستخدم في مصانع الغاز وتحديدا انتاج النيتروجين يعني. جميل جدا، جميل يعني، حاجه مشرفه. طبعا ليها فرع في السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، بس النشاط في السعوديه مقتصر على الكوزماتيك، مستحضرات التجميل، وان شاء الله باذن الله يتنقل في مصر قريب باذن الله. يعني استيراد وتصدير مش سيارات فقط لا غير، يعني لا كذا جانب. لا بالظبط بالظبط. تمام. طبعا هو استاذ احمد الكلام في التليفون مش ايه يعني، هنحتاج كلام اكتر بكتير. تمام. فهتشرفنا ان شاء الله في حلقه باذن الله، وتنور وتشرف البرنامج ونتكلم عن الشركه بشكل مفصل باذن الله. احنا تحت امركم، وفرصه سعيد طبعا لينا جدا. اسره سواعد الامل كلها سعيده باظهار امير وتسليط الضوء عليه. ربنا يوفقه، واحنا وراه بندعمه، وزي ما اعتاد سواعد الامل حتى في مصر وفي المنطقه، في مدينه الكرد مركز مدينه النصر، بتدعم الشباب، شباب كره القدم، اي موهبه ان شاء الله احنا وراها، وربنا يوفقه يا رب. هو بصراحه اسم على مسمى سواعد الامل، فانتوا حضراتكم فعلا بتدوا امل لكل الناس، وشيء جميل وحاجة مشرفة، وحضرتك نموذج مشرف للشباب الطموح الناجح، ان انت برضو في السن الصغير تعمل شركة بالشكل ده. فربنا يوفقك وبتدعم الشباب كمان، واتمنى لك التوفيق واتمنى لك النجاح، لان حضرتك نموذج مشرف جدا، وبشكرك وشرفت ونورت برنامج حلم حياة، وهنتظرك في حلقة قادمة. متشكرين جدا جدا. تسلم يا فندم، بشكر حضرتك. طبعا استاذ احمد، انت قلت لي في الكواليس ان هو بيشجعك وبيدعمك وبيقف جنبك. بالظبط. فعايزك تقول لي استاذ احمد بيشجعك ازاي؟ يعني هو في حوار ان هو اصلا هو اللي يعني سبب ان هو ان انا اجي هنا. فيعني انا اعتقد ان دي خطوه كبيره جدا، وان شاء الله يعني تكون فتحه خير عليها يعني. ان شاء الله. طيب في ختام الحلقه،
لو هتوجه نصيحة أو رسالة معاك الكاميرا، هتوجهها لمين وهتقول فيها إيه؟ يعني أنا بقول لهم إياكم أن تيأسوا، فلا يأس مع الحياة أبدا ولا حياة مع اليأس أيضا. دعوكم من الماضي، انظروا إلى المستقبل نظرة ملؤها التفاؤل، الغد قادم والمستقبل لنا. جميل، يعني هو فعلا يعني المستقبل لنا بإذن الله. بإذن الله. يعني لو هتوجه بقى شكر لحد وقف جنبك ودعمك هتقول ايه؟ انا بشكر اصدقائي طبعا، اول الناس اللي شجعني طبعا من عيلتي كتير، الاستاذ احمد يوسف اللي كان معنا في المداخله، المستشار امير يوسف، في ناس كتيره دعمتني يعني بصراحه، وانا احب جدا اشكرهم واقول لهم شكرا يعني ليكم. تمام، احنا اللي بنشكرك وشرفت ونورت برنامج حلم حياه، وان شاء الله لنا حلقات قادمه باذن الله تكون يعني حققت حاجه من اللي انت بتتمناها. اتمنى والله، واتمنى انك انت في الفتره الجايه لما تشرفنا تبقى يعني محقق اكتر من كده بكتير. هو انت نموذج ناجح، نموذج مشرف مشرف، وان شاء الله ربنا هيوفقك ان شاء الله. وفي ختام الحلقه طبعا انا حابب اهني يعني الاصدقاء الغاليين على عيد ميلادهم، حابب اهني صديقي الغالي اللي انا بعتز بصداقته، اخويا اللي انا بتشرف بيه، محمد الملكي. حابب اقول له كل سنه وانت طيب يا محمد، بمناسبه عيد ميلادك كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد، ودايما كده تحقق كل اللي انت بتتمناه، وانت انسان ناجح وانسان مشرف، وانا بعتز بيك وبشكرك يعني على دعمك وسندك ليا في اغلب الاحيان، يعني احيانا بتزعلني بس مش مشكله. وحابب اهني الأستاذة هند شاهين الزميلة والإعلامية المتميزة، حابب أقول لها كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد، وربنا يعود عليك الأيام بخير يا أستاذة هند، وإن شاء الله السنة الجاية تحققي كل اللي بتتمنيه. وحابب أهني الزميل والإعلامي صديق الغالي محمد أبو خالد، أقول له كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد. وحابب برضو أهني الزميلة المتميزة الناجحة أستاذة ريم البحيري على مؤتمر ريم إيجيبت، وأقول لها ربنا يوفقك في المؤتمر، ومؤتمر ناجح ودايما متميزة ودايما متمكنة كده، وأتمنى التوفيق ليك وأتمنى التوفيق لكل المشاركين في المؤتمر سواء من الدول العربية أو الأوروبية. أنت ناجحة وأنت متميزة وبرنامجك ناجح، وأتمنى لك التوفيق وأتمنى لك النجاح، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج حلم حياة.